في حاجه مش هقدر اجاوب عليها مش هجاوب، لكن غير كده هكون اتصرف. طيب ايه اللي حصل؟ يعني فرصه تدريب الزمالك دي فرصه مش من السهل وما تجيش مع اي حد. خلينا اكون امين معاك كمان انه وجود الاستاذ مرتضى منصور على راس اداره نادي الزمالك كان له دور كبير جدا في هذا الامر من وجهه نظري طبعا، وكان له دور كبير جدا برضه في مشايانك برضه. خلينا اتكلم برضه بمنتهى الصراحه، يعني هل مؤمن استغل الفرصه كويس ولا ما استغلهاش؟ تعالى ابداها من ساعه ما قال لك تعالى يا مؤمن امسك الفريق الاول في نادي الزمالك. الحقيقه طبعا حضرتك ذكرت اسم سياده المستشار، واذا ذكر اسمه لازم اقول اديله حق الحقيقه. سياده المستشار كان نقطه فارقه في تحول مسار تاريخي في التدريب، انه اداني فرصه كبيره جدا وخد الريسك عن درايه، لانه الحمد لله كان عارفني كويس جدا ومتابعني بقاله فتره. الحقيقه هو كان عايزني في مكان المدرب العام كويس، والحمد لله النتيجتين اللي اتعملوا ورا بعض وكلامي معاه قبل الماتشات ان انا عندي حاجه جديده عايز اقدمها وهتشوف حاجه جديده لغايه ما يجي المدرب الاجنبي. الكلام قلت له كده بالظبط. كان كلامي ليه ان ماتش الاسماعيلي احنا رايحين على نهائي قبل نهائي افريقيا قبل نهائي كاس مصر، فاضل اربع ايام. لو اللعيبه انا جايه عشان في حاجه حصلت غلط او في نتيجه غلط. نعم. لو الولاد انت جيت بعد الهزيمه من سان داونز انيمبا من سان داونز هنا. سان داونز ذهبا ذهبا وابا مع الكابتن احمد حلمي، وكان خساره الدوري قبليها، فكانت الجو ما كانش في احسن حاله. تمام. فكان واجب التغيير. فالحقيقه كلامي ان انا لو انا حضرتك عملت تغيير والولاد سمعوا نفس الكلام وعملوا نفس التدريب مش هنستنى نتيجه مختلفه. دلوقتي الحل الوحيد ان احنا لو انا عندي كلام جديد او طريقه شغل مختلفه تحمس الولاد او تخليهم يخشوا في تركيز جديد، فباذن الله نشوف حاجه كبيره. لو عندنا احتمال 50% ناخد الكاس، بيتهيألي بشغل جديد ممكن يبقى 60 70%. كويس. اقتنع الحقيقه يعني بعد المناقشه اقتنع. بعد النتيجتين حسيت انه ثقته فيا بعد النتيجتين اللي هم الاسماعيلي والاهلي. والحمد لله ثقته فيا عليت اكتر. وكان القرار انه انا استمر. وقد ايه ده كان حاجه يعني هفضل شايلها لسياده المستشار لغايه ما تعالى ناخد